يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا مخلف الناموس بالفضات بعت المسيح لليهود مخالف الناموس أما مخالف الناموس أخذوا المسيح صمروه على الصليب في موضع القرنيون يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا مخلف الناموس بارباس الصلمدان أطلقوا والسيد الديان صلبوا في جنبك وضعوا حربا ومثل لص سمروك على خشبا ووضعوك في قبر يا من أقام لعازر من القبر يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا مخالف الناموس لأنه كما مكث يونان ثلاثة أيام في بطن الحوت هكذا مخلصنا قام ثلاثة أيام بعد أن مات ختم القبر يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا يا هوذا مخالف الناموس بالحقيقة قام والجند لم يعلموا أنه
الله حقا نهض مخلص العالم الذي تألم وقام لأجل جنسنا. يا رب المجد لك.